الذي يأتي حماسيا أكثر، حماسيا أكثر، لأنه الهدف الوحيد في المباراة جاء فيه حتى الآن، وكولونجو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 16. كولونجا، أدريان كولونجا المعان من ريكيريا تيفو، يسجل هدف التعادل في مرمى الريال، يزيد الأمور صعوبة على المارينجي. أدريان كولونجا عندما أراد لاعبه سرق وسط الهجوم بعشرة لاعبين، تخيلوا منذ الدقيقة السادسة يلعب فريق نادي رياض القسطى بعشرة لاعبين، ويستطيع كسر الدفاع، كسر الدفاع الذي لم يجد حل ولم يجد طريقة لفك شفرته فريق المدرب بلغريني ودفاع المدرب بلغريني. هنا الانطلاقة من أدريان كولونجا وهدف التعادل يأتي، هدف التعادل لريال سرقسطة.